اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، فيديو جديد ونموذج جديد من نماذج تحدي الاعاقه. الاعاقه الحقيقيه في عقول بعض الناس واصدقائنا من زاويه الرد كل يوم بيثبتوا لنا الكلام دوت. لقاءنا النهارده مع الامل وقوه الاراده، صديقتنا الجميله رغم اصابتها بشلل الاطفال في الساقين بقوه ارادتها وعزيمتها حتى عقدها، بابتسامة جميلة كلها أمل ثقة بالنفس، بتواجه صديقتنا الجميلة العراق كل شجاعة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل، المرأة القوية اللي رفضت الاستسلام لليأس ورفضت الهزيمة، قررت تعيش حياتها بالطريقة المناسبة ليها. بتواجه صعوبات كتير وتحديات كتير، لكن بكل رضا ثقة وشجاعة بالنفس بتتحدى كل صعب. أصدقائنا من سوى الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء مهما اختلفت أعاقتهم ومهما واجهوا من صعوبات وتحديات. بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيثبتوا لنا دايما إن هم قد التحدي وقد مواجهة كل صعب. أصدقائنا من سوى الإرادة قادرين باختلاف.